طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع عدن الغد: مدينة واحدة تحتضن أهالي الساحل من عدن إلى الحديدة. ومن صحيفة الشرق الأوسط: الحوثيون ينكلون بالمدنيين في البيضاء والضالع. وفي أخبارنا المنوعة: هاواي التدخين ممنوع تحت سن 100 عام. أهلا بكم. تواصل ميليشيا الحوثي مسيرتها في تفجير منازل اليمنيين، وكلما حاول النسيان التغطية على جرائمها عادت لتذكر بما تجيده. ويعنون موقع الحرف 28: الضالع، الحوثيون يفجرون 3 منازل بمديرية الحشا ويفشلون وساطة قبلية للتهدئة. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي فجرت 3 منازل بعد ساعات من تفجير منزلين في عزلة الأحذوف التابعة لمديرية الحشا بمحافظة الضالع. وقالت مصادر محلية للحرف 28 أن الحوثيين فجروا منزل المواطن أحمد مسعد بعد ساعات فقط من تفجير منزلي عبد الجليل أحمد الحذيفي وعبد الرحمن الحذيفي بمنطقة نجد المكلة. وجاء تفجير المنازل 3 عقب هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مديرية الحشا، واشتباكهم مع الأهالي. ولليوم الثاني على التوالي تتواصل المواجهات المسلحة بين الحوثيين وقبائل الحشا مخلفة قتلى وجرحى من الطرفين. واستخدمت ميليشيا الحوثي تعزيزات من محافظة إب وداهمت قرى المواطنين في مديرية الحشا المحادية لمديرية السبرة التابعة لمحافظة إب. السفير اليمني في الأردن علي أحمد العمراني يكتب عن ثورة الشباب السلمية وكيف أتت في لحظة الضرورة. وقال العمراني في أجزاء من مقال نشره الحرف 28: صالح فشل في تحقيق التنمية والأمن والكرامة للشعب اليمني، ويكفي أن اليمن كان البلد الأكثر فقرا في الشرق الأوسط عشية الربيع العربي. وصدق من قال حينها بأن اليمن هي الأكثر حاجة للتغيير في العالم. ووصف عبد الرحمن الراشد حينذاك الرئيس صالح بأنه بلا خيال يساعد في تدبير شأن شعبه. وتحدث العالم والمؤسسات الدولية عن مؤشرات الدولة الفاشلة في اليمن قبل بزوغ الربيع بسنوات، ولم يتحدث عن مثل ذلك في سوريا ومصر وتونس وليبيا. عندما نزل الشباب إلى ميادين التغيير بدا لكثير من أعضاء المؤتمر وكأن الأمر استمرار للصراع الحزبي الانتخابي، والتف غالبيتهم حول الرئيس صالح، ولعله لم يتوقع مثل ذلك الالتفاف، حيث لم يكن يعول كثير على المؤتمر كحزب وتنظيم متماسك، وهو لم يحبذ بناؤه على أسس حزبية سليمة، ولو فعل لربما رأى العجب، وربما لما حدث ربيع ولا حوثي ولا حراك انفصالي ولا سواه. وأقصد بأن التنظيم السياسي الحاكم على أسس صحيحة وشراكة حقيقية وصوت مسموع للعقل والحكمة كان بإمكانه استيعاب قضايا اليمنيين جميعهم وتحاشي إمكانية ترسيخ الفساد والمظالم والاختلالات واستفحالها واستمرارها. وحينها لن يجد ضال مثل الحوثي أو الانفصالي من يسمعه أو يصغي إليه أو يطيعه. كان أفضل لصالح ولليمن أن يترك الحكم في وقت مبكر، وكانت انتخابات عام 2006 فرصة مؤاتية لكنها ضاعت مثل كثير من الفرص في عهد صالح. وفي 2011 كان التغيير ضروريا وملحا وقد تأخر كثيرا، وكان التحدي هو ما هي أنسب الطريقة للتغيير وبأقل التكاليف، فهل تمكننا من ذلك؟ يتحدث موقع المشاهد نت عن إقدام ميليشيا الحوثي على اعتقالات داخل المؤسسات الأمنية التي تسيطر عليها في صنعاء. وعنون الموقع: جماعة الحوثي تعتقل ضابطا في البحث الجنائي أو ضباطا في البحث الجنائي. وقال مصدر أمني إن مسلحين يتبعون قياديين في جماعة الحوثي لا يعرف مكان عملهم قاموا باعتقال 3 ضباط يعملون في البحث الجنائي الخميس الفائت من داخل مقر البحث بصنعاء، وأحلوهم إلى أماكن غير معلومة. وأرجع المصدر للمشاهد نت سبب اعتقال 3 ضباط العاملين في البحث الجنائي إلى مطالبتهم مدير البحث بسرعة الإفراج عن عدد من النساء السجينات منذ نحو عام دون توجيه تهم واضحة لهم.
وكانت إحدى المنظمات المحلية قد اتهمت في وقت سابق البحث الجنائي بصنعاء بإخفاء نساء في سجون غير قانونية، وأشارت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر بأنها تلقت عددا من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة محافظة صنعاء، وأنها تأكدت من تلك البلاغات بعد أن قامت بالتحري عنها لدى بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء. في خبر متصل أيضا بمعتقلات الحوثيين الذي تملأ أو تمتلئ بمن تعتقد أنهم خصومها وحلفاؤها، يعلق موقع الصحونت وفاة ضابط تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء. وقالت مصادر محلية أن ضابطا في الحرس الجمهوري برتبة مقدم توفي متأثرا بالتعذيب الوحشي في سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء. وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي اختطفت في وقت سابق المقدم أمين يحيى محمد حنينة من منزله في صنعاء، وأخفته في سجن سري لمدة 3 أشهر من دون أن تعرف أسرته شيئا عن مصيره. وأكدت المصادر أن الحوثيين نقلوا المقدم حنينة قبل يومين من السجن السري إلى العناية المركزة في مستشفى 48 بعد دخوله في حالة غيبوبة لمدة 4 أيام جراء إصابته في جمجمة رأسه ودخوله موت سريري، لكنه فارق الحياة متأثرا بالتعذيب الوحشي خلال فترة اختطافه. الفرد حجر أساس التنمية. تحت هذا العنوان كتبت عبير بدر مقالها المشهور في العربي الجديد مضيفة: بعد سقوط إمبراطورية اليابان من جراء قنبلتي هيروشيما وناغازاكي وتوقيعهما على وثيقة الاستسلام الكامل بدون شروط، سارعت اليابان لحفظ اعتداد الفرد الياباني بنفسه. كانت تخشى أن يهزم نفسيا، فاستبدلت فكرة الهزيمة أمام الولايات المتحدة بفكرة التضحية لصالح البشرية. ومع أنها غرقت عقودا في السرطانات والتشوهات الخلقية والفقر المدقع، وهي الإمبراطورية التي سبقت حضارتها تاريخ الوجود الأمريكي بنحو 10 قرون، حرصت على عدم تبديد طاقات شعبها بالكراهية والحقد والرغبة في الانتقام، ووجهتها نحو الإرادة والعمل الدؤوب لاستعادة المجد، فلم تبدأ بترميم وإعادة إعمار البنية التحتية، بل بإعمار الإنسان الياباني وتعزيزه أخلاقيا من خلال ترسيخ مبادئ الصدق والإتقان والنظام والأمانة. لقد بدأت بترسيخ حب المواطن لأرضه ووطنه حتى لا تتعرض البنية التحتية لتخريب لاحق، ورأت أن توجيه المواطن نحو الزراعة سيكسبه جلدا يعزز ارتباطه بالأرض وثقته بنفسه. لقد اهتمت بالتعليم النوعي وجيشت شبابها وأطفالها في المدارس لا في المعسكرات، جيشتهم لنهضة اليابان لا لتدمير أمريكا، وبذلك انتصرت. في ألمانيا أيضا كان الفرد يقف على أولوية أهداف التنمية، فعلى الرغم من الدمار الذي لحق بالبلد بعد الحرب العالمية الثانية وفقدان عدد كبير من رجالها وشبابها وتفشي الفقر والمرض، كانت تقيم القيامة حين يحاول فردا خرق طابور المواطنين أمام مخبز الرغيف. لقد أشاع شعار: تفقد ألمانيا كل شيء لكنها لا تفقد الأخلاق. إذن فتنمية الفرد هي حجر أساس تحقيق التنمية الاجتماعية والوطنية الشاملة، فلا خير يرجى من جائع في ساحة معركة، ولكن كل الخير فيه إن وجد في ساحات نضال السلمي. وللتاريخ في نضال غاندي عبرة، إذ استطاع انتزاع استقلال بلاده رغم الجوع والضرب والاعتقال من خلال توعية الأفراد بأهمية النضال السلمي والقيم الأخلاقية. في عدن وفي الحديدة وفي تعز وغيرها من المدن اليمنية الخصم واحد، وهو ميليشيا الحوثي، وقد وحدت الأهالي في مختلف المناطق، حيث أصبحت عدن مأوى الفارين من قذائف الحوثيين، ويقول تقرير نشرته عدد من المواقع بينها عدن الغد: تزدحم عدن بكل شيء انتهامي، من الصيادين في فقم وصيرة إلى الموظفين والشخصيات الاجتماعية وديوان المحافظة في ريمي إلى التجار والشعراء والخطباء وعدد كبير من المعدومين الذين يعيشون بالمخيمات والباعة المتجولين سمر البشرة، يذرعون ساحل أبين من حيث أبين وبيت الفقيه والزبيد. ويفيد التقرير: مئات الآلاف من التهاميين تزدان بهم عدن، وأول عناوينهم هي عشرات المطاعم التي فتحها التهاميون في عدن. تتنوع أصول المأكولات الموجودة في مدينة عدن لكل منطقة جغرافية في عموم اليمن، مأكولات شهية خاصة بها
خصت بها، لذلك تمتاز عدن بالنسيج المجتمعي المتداخل والذي يعد تعدد الأطعمة المختلفة فيها شكلا من أشكال الحياة المشتركة. في صحيفة الشرق الأوسط عنوان عن الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق، وعنونت الصحيفة: الحوثيون ينكلون بالمدنيين في البيضاء والضالع. حيث أفادت مصادر محلية يمنية في محافظتي الضالع والبيضاء بأن الميليشيات الحوثية أقدمت على التنكيل بعشرات المدنيين في المحافظتين بين خطف واعتقال وتفجير للمنازل، في سياق سعيها للانتقام من كل من يعارض سياستها الطائفية. وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات الحوثية بدأت من أيام حملة ملاحقات واعتقالات للمدنيين في منطقة مجدل في محافظة البيضاء، ما جعل حصيلة المعتقلين ترتفع إلى أكثر من 100 مدني من سكان المنطقة، ونشرت الجماعة العشرات من مسلحيها في المنطقة لمحاصرة المنازل وإطلاق الرصاص على السكان. إلى ذلك أكدت مصادر محلية في مديرية الحشا التابعة لمحافظة الضالع أن الميليشيات الحوثية واصلت لليوم الثالث التنكيل بسكان المديرية وتفجير منازلهم، مع محاولة التقدم في المنطقة باتجاه مواقع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية. وأكدت المصادر أن مسلحي الجماعة الحوثية المعززين بعربات عسكرية اقتحموا عدة قرى في مناطق المحرم ونجد المكلة بعد أن عجز السكان عن مواجهتهم بأسلحتهم الشخصية. بين حكم القانون وقانون الحكم، تحت هذا العنوان كتب لطفي العبيدي مقاله المنشور في القدس العربية. مع رداءة الممارسة السياسية لا نستغرب لماذا يعزف المواطنون عن السياسة ويقل اهتمامهم بها في السنوات الأخيرة، فالأرجح أن أغلبهم أصبحوا يشمئزون من السياسيين ومن صراعاتهم الدائمة والفارغة. يبدو أن إساءة استعمال السلطة وغياب الأخلاقيات وتفاقم الفساد العلني والخفي ومن أبرز مظاهر الخلل السياسي الذي يجعل الكثيرين ينفرون من هذا الشأن العام الذي تعفن بالقدر الكافي. شرعية الحكم لا يمكن اكتسابها بقوة العنف الذي تحتكره الدولة، والعدد الكبير من رجال الشرطة لا يفيد الأنظمة في حال حصلت القطيعة بينها وبين الشعب. فما لم تكن الشرعية عالية بما يشكل أساسا راسخا للديمقراطية لا يمكن المحافظة على نظام حكم مستقر. ومن المؤكد أن ضعف شرعية من يحكمون يفسر الموجات الاحتجاجية المتواصلة منذ عام 2011، ويلخص عدم شعور الناس بالعدالة والمواطنة أمام قسوة الضرائب ومختلف أشكال التضييق الاجتماعي والسياسي الذي تمارسه عائلات حاكمة تستمد قوتها من التحالف مع رجال أعمال والجنرالات العسكريين وأجهزة أمنية فاسدة. وعندما يخيم الشعور بالإقصاء ويفتقد حكم القانون لصالح قانون الحكم الذي ينسج على قياس من يحكم، يقل الشعور بالطاعة المفروضة قصرا، وتتراجع نسبة احترام المواطنين للحكومات التي وفرت كل الظروف لشرعية مهتزئة لم تحقق النمو الاقتصادي. عندما يمتلك البعض الكثير والآخرون لا يمتلكون شيء، قد تظهر ديمقراطية متطرفة أو ديكتاتورية خالصة، أو قد يتولد الطغيان من أي منهما. فإن لم يكن النصيب الأكبر في الحكم للطبقة الوسطى التي يجب أن تشعر بوجودها كطبقة فاعلة تنال الاهتمام من الحكومات، فلن يتم الحفاظ على الديمقراطية، والصدام سيحصل لا محالة، لأن السلطة ستجد نفسها قد عممت الفقر وأصبح الفقراء يتفوقون في العدد، وهنا تبدأ المشاكل وسرعان ما تنهار الدولة. في الغارديان البريطانية نطالع تقريرا لمراسلها شون كلومب من العاصمة المصرية بعنوان: حبسوني وأخذوا كليتي وقالوا فكر في أطفالك. يقول التقرير إن العديد من الأفارقة يتجهون إلى الأراضي المصرية سعيا للانطلاق منها نحو أوروبا، لكن بعضهم يقع فريسة في أيدي عصابات الإتجار بالأعضاء البشرية. ويوضح أن بعض المهاجرين يضطر لتقديم أعضائه كبديل عن المال الذي لا يملكه، ويحتاج دفعه للحصول على مساعدة هذه العصابات في تهريبه بشكل غير قانوني إلى الساحل الجنوبي لأوروبا. ويعرض التقرير بعض الحالات، منها شخص يدعى دوايت من إرتيريا، حيث حصل على المال من أسرته وقدمه لعصابات التهريب لمساعدته على الانتقال إلى مصر عبر الأراضي السودانية عندما كان عمره 13 عاما، تجنبا للتجنيد الإجباري في الجيش الإرتيري. وتضيف أنه لم يجد المال الكافي في مصر ليدفع لعصابات التهريب مقابل رحلة عبور البحر المتوسط نحو أوروبا، ورغم أنه سعى للحصول على عمل لجمع المبلغ المطلوب إلا أنه لم يفلح، حتى قابل رجلا سودانيا عرض عليه بيع كليته مقابل المال المطلوب لرحلة عبور المتوسط.
تدرس ولاية هاواي الأمريكية أو تدرس عفوا ولاية هاواي الأمريكية مقترحا لرفع السن القانوني لشراء التبغ من 21 عاما إلى 100 عام، إذ يعد المقترح تاريخيا في دولة يموت فيها نحو 500 ألف شخص أي نصف مليون سنويا بسبب التدخين، وعنون موقع دوتشيفيليه. هاواي ممنوع التدخين تحت سن 100 عام، قال الموقع الألماني رغم بعض الاستثناءات المثيرة للحيرة، غير أنه لا خلاف على أن غير المدخنين يعيشون حياة أطول. ويبدو أن أحد البرلمانيين في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية يريد حماية جميع الأشخاص تحت سن 100 عام من مخاطر التدخين وعواقبه. وتنص الخطة المقترحة للنائب الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية هاواي الأمريكية ريتشارد كيرغن على رفع السن القانونية للأشخاص المسموح لهم بشراء السجائر من 21 عاما إلى 100 عام حتى عام 2024، وهو ما يعني عمليا منعا تاما للتدخين. ويضيف النائب الديمقراطي بالقول إن المدخنين باتوا بشكل مضحك عبيدا لشركات صناعية خبيثة تطور السجارة ليصيبهم بالإدمان إلى أبعد حد. ويفيد الموقع اعتبارا من عام 2024 لا يسمح ببيع السجائر والتبغ إلا إلى الأشخاص الذين أتموا عامهم 100، لكن المقترح يواجه انتقادات كثيرة بين سكان الولاية خصوصا من المدخنين. أطفال يمنيون نازحون من مناطق مختلفة من محافظة حجة شمال غربي اليمن يحضرون فصلا دراسيا في الهواء الطلق، وقد نشرت عدد من الصور التي توثق فصلهم الدراسي في عدة صحف بينها القدس العربي. نتابع في جولتنا المصورة. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.